chaîne de blast et que bête l'émission. Tout de suite, à des nouvelles générations. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak al Hanaji dit ma hadra ma yabdashi. Merci. Dali, Dali Tunsi. Barsha énergie, ah oui. Jamila tel fariq, hadi yali del asli. Maro el mouzayen, aqwa mouqala des fanan. Ahmed el Ajimi, ma tenseh, la yedouen. Ah, voilà, Nadouen. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. يا فهم احنا راديو اهلا وسهلا مرحبا بكم السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذا موعد جديد من نوفيل جينيراسيون من توا حتى العشرة متاع الليل يوم الاثنين 27 جوان 2022. نرفقوكم ساعة من زمان انا وباقي الفريق. تنجموا تابعونا على شان يوتيوب اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اي اف ام. واحدة واحدة كالعادة في الكاسات ربعينكم في خدمكم قيادة الفريق اليوم الى مروان مزينة مونغاتي مونغاسور عسيمة. مرحبا بكم هذه نوفيل جينيراسيون من توا حتى العشرة متاع الليل. احمد العجيمي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخوي. شبيك ملا سخانة ملا سخانة طارق علي عيطلي نخت. أه؟ علاش عيط لي نخت؟ على خاطر هذا اخر اثنين ديجا في نوفيل جينيراسيون. واضح اوكي. ما حبيتش نحرمك من اخر نهار اثنين. مش مشكل مش مشكل. تحب نحرمك غدوه من اخر نهار ثلاث؟ مرحبا بالناس الكل في نوفيل جينيراسيون 9:10 متاع الليل. ليديا عسلي اهلا وسهلا. هلو هلو مرحبا بك طارق ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا على اي اف ام تي في. صباح الويكاند الجمعه الكل بعد لوطيه والدنيا. الحمد لله بعد لوطيه جا سبيكتاكل فان داني متاع بنو تيتي تعدى بالكدا في المسرح البلدي متاع تونس. تعدى الحمد لله معناتها سبيكتاكل ناجح والحمد لله. والصيف خير وانتي باللوطية متاعك ولا؟ الخير باللوطية وبالسبكتاكل وبالسوتنانس وبالكونجي اللي باش ناخذه من ايافا حاسيل وحافل صيف السناء. عملت سبكتاكل هلا حد؟ اي شنو سبكتاكل؟ سبكتاكل دو فان داني متاع ليكول دو دونس اللي نخدم فيها واللي انا بدي معناتها نترينا فيها دونك سيتي البارح ليفينمون. اي هذا ليفينمون اللي ما استدعيتناش ليه. لا انا استدعيتكم ليه ولحلحت بكم وجبت لكم لي زانفيتاسيون وما جيتوش. احمد العجيمي قول لي بابا ليدي عملت ليفينمون البارح غلطه للعبيد اللي تسمع فينا معناتها انت وما استدعت حتى حد. انا ديجا طارق بالحق كنت فكرني بالكلمه اللي قلتها لك في الاوف قلت لها علاش ما صدعتنيش قالت لي ما جيتش لبالي. اوه طارق انا ماشي عندك ما جيتوش كلنا لبالي. قديش عندك تخدم معها زميلتك زميلتك هي تسميها ولا شيء صديق؟ والله كنت نسخاي اللي شيء تصنفها كنت نسخاي اللي هي صديقه اختي صغيره طلعت للاسف بعيده ياسر. شيء تصنفها تو تو زميله انسان بعيد. على يمينك شخص 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 توجعت طارق معني انا امين نخدمه قالت لي ما جيتوش البالي لا انت لا طارق لا مروان هكا توجع على الكلمه طارق وقالتها هي حزينه قالتها وهي تمروع معناها بكل بكل لا مبالاه تمروع على السخانه تعرف نقطه جسد طارق انت اه جروتوفسكي تمروع جروتوفسكي اي مسرح جسد مسرح جسد تمروع يا طارق تمروع وتشرب في الجو هاي في الاف ام تي في ديجا تمروع عليك اي وقالت لي راكم ما جيتوش البالي لا انت لا طارق لا مروان هو ديما قلت لها ليك كيفاش رانا رمعنا عامين نخدموا بعضنا قالت لي لا ما جيتوش هو ديما تعرف اكثر حاجه توجع كي واحد يغلط معاك شنو هي احمد انه يبدا مش شالق بالغلطه نتاعو اتعس اتعلم ما تنجم تسامحوا علاش خاطر تعرف اللي العبد هذاك ما قصدش خاطر دينا النيه كانت صافيه واهم حاجه هي النيه. سامحني واحد ما جاش لبالك ما جاش لبالك النيه صافيه النيه مش موجوده هنا لا خليني اخو انا مروان بوزين بما انه اخر اثنين فاش باش تاخوني في ناخذك اون شارج اون شارج خاطرك ما جاتش لبالي جمله تستدعى فريق بالكشي على خاطر السبيكتاكل هي باش تعملوا احنا مانيش انتريسي بيه عليه دونس و عليه انت ما تفلتش حتى سبيكتاكل دو دونس بيان سو اخويا استدعاني وانا تنقر شي ما كان ايه هوني معاك ايه هو راهو لوجيستيكي كون لحظه ايه خلبتني اه انت مالون عندك منهم الناس هذوما في حياتك مثلا وي يقول علاش ما عيطليش ولا ما صدعتنيش للفرح للباك يقول لك ما جيتش البيت لا يقول لك خاطر واستهتار سالت مروان خلي يجاوب مروان 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 كيف عاود لي سؤال ما عنديش منهم اكل يستهتر عندي منهم عندي عندك ليديا ابار ليديا شي تنافس ساعتي ليديا فما صنف اخر سامحوني فما اللي يقول لك ما نس ما صدقتكش خاطر نافك ما تنجمش تجي انت ما خلطتش الغادي انا ما صدقتكمش خاطر نعرف ديجا تبداو تحضروا في رواحكم من غدوه تخدموا اون بلوس من غدوه نهار اثنين واخر اثنين في نوفيل جينيراسيون دونك تحضروا في رواحكم هذاك علاش ما تنجموش البارح قالوا لا ليبر كلنا انتم عندكم خدمه انتم تحضروا فيها ثبت روحك ما جانيش لبالك ولا وليت رانا شو سامحني طارق رانا ما ننساش وقت اللي جيتوا على بالي انا قلت راكم ما تنجموش تجي اوكي طارق هو كنت احمد العجيمي انت تو في طريق جوني ديب قاعد تاخذ في حقك سامحني طارق سامحني طارق
محلاها على الاخر كنقوم نهار لحد نلقى ميساج مع عند ليديا احمد العجيمي اشتنفيت للسبكتاكل تعرف احمد تاع تلمثتي انت وطارق مو بنفرح حتى كان ما نجيش يا طارق اي نعم حتى كان عندي ما نعمل عيني باش تدمع قلبي باش يدق شو نقول ليديا بالحق تتعاشر وليديا بالحق ترعد وفيه وفيه للنوفيل جينيراسيون ولكن قمت الصباح طارق تلقى فقدت تليفوني دخلت بروفيلي دي عاصم قلت بالعله وعاصم ما عنديش كونيكسيون مشيت للقهوه حريك من في القهوة نعرف كي تمشي للقهوة ما نحزين سألت قهوة كل قدولي راهي هي ما بعتلكش ميساج مش شكون سألت في القهوة سألت مولا القهوة تعرف ما أحمد وكي درت كي مولا لقد طارق في الكوا الآخر في القهوة حزين أي. وما في عين وبلة حزين وما في عين وبلة قلت له طارق شبيك قال لي ليدي بس رعتنيش حتي حزين وما في عين وبلة ما نعرفش جملة فما قالها مرة فتح الهدير حزين وفي عين وبلة حزين وفي عين وبلة تعرف أحمد قل لي طارق أنا البارح لحد كنت قوم فرحان كان جيني مساج من عندك وقلت لي راي ليديا بعثت لك مساج واستدعتنا الزوز انا وياك ومروان وحتى اللي خدموا معنا قبل في الاميسيون وامير ما فيك انا قلت مادام بعثتليش انا وياك سيرمون بعثت لمروان طلبت مروان تلقى صوته في حاله وفي عينه بلع قلت له شبيك قال لي سخانه توجع لا متقلق من السخانه ما عم بلوت انت مروان الشيء بالنسبه لك ليديا في الحياه هو قال شخص احمد لا مش لا 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 كائن لا كائن لحظه كائن ليديا كنت نعتبرها اختي الصغيره واللي هكا منوره ليكيب واللي فرحانين بها علاش اختك الصغيره اليوم في علاش مش كبير في الساعه هذه توا في الساعه هذه وليت نعتبرها الحق شخص زميله معنا عادي اسالني انا تعرف شو قال محمود دليل. انا جايين كانوا جايين نعرف ليديا نعرفها الجمله هذه اسمع تعرف لحظه ليديا لا لحظه ليديا انا نقترح عليكم هو المتهم بريء هذا تثبت ايدينته خلي يكمل خلي يكمل خلي يكمل الشاهد تنسى كانك خلي يكمل الشاهد لو تنسى كانك لم تكن اوه تنسى ككنيسه مهجوره تنسى اوه تنسى كعصفور تحت المطر اوه تنسى كورده في الثلج ما شاء الله تنسى طارق اي تنسى انا ننسى احمد طارق ونحن ننسى يا طارق أنا نقترح طارق ألمتنا ليديا في آخر جمعة في إيفام جمعة في آخر جمعة وجعتنا ألمتنا قهرتنا أنا نقترح عليكم نجم نقترح عليكم حاجة توهاو العامين ذم وفاو الدجاة مش ناخذوا كونجي ما أنت بقدرة ربي نقترح الحلقة هذية متاع أنت نعتبرك وتعتبرني ونعتبروا بعضنا نهار الخميس احتفال المانتا بآخر حلقة في نوفيل جينيراسيون احتفال مش يقول نعتبرها شخص اي 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 خليوها نهار الخميس خير لا تبادل المشاعر خلينا حلينا المشاعر ما يجيش في اخر نهار تبادل المشاعر وانت هل عندك مشاعر باش تبدلهم يا ليدي هل راعيت له مشاعر هل راعيت لنا مشاعرنا انا راني محايد اما هل راعيت المشاعر ليدي قلبك قاسي اما محايد انا قلبك قاسي حبش ناخذ مع هذا ولا مع هذا والله جمله نحب الغدوة الصباح ترى نمشي نكري للمسرح البلدي ونستدعاكم باش تقعدوا شنو هي الاستهتار بالمسرح البلدي بالك فيرن هو غدو بالك المسرح البلدي معناها بلاصه عاليه كلموني زهير رايكس كلمني في بالي قلت استدعانا على ابتديج الصباح ترى فينا فلقيت المسرح اي اسهل برشا ولا ترجعنا كي القط اللي جبناه فيك جبنا بحذاكم ولا حقه طارق من نهارتها واحد ليك اللي يشرب تنسى كانك لم تكن شنية قلبها قاسي برشا تعرف كان نشوفوا مروان شي يبكي مروان ليه ليه مروان يبكي مروان عمري ما ريت مروان يبكي عمري ما ريت مروان الدمعة عمري في عينه بلتين يا احمد راه الحبة خرجت منك شعر كبير معناها فهمت الشعر اللي خرج اليوم شنية حكاية الحبة اللي حاب تشوفها بالرسمي اصلا حكاية الحبة يا ترى كل ما تجرح وكل ما شخص تكبر يعمل لي جيست خايبة الحبة كشوت بينوكو كي يكذب خشمه يتويل انا كي كنت رجعت تطلع لي حبة في خشمه خلي ليديا زادة تعبر خاطر ما اعطيناهاش الكلمة راه زاد اعطينا الكلمة عمين يا طارق اعطينا الكلمة عمين لا فكتها وسمعناها فكتها وروحت تبكي هي كيفاش انت تشبه في روحك ما عندك بينوكيو لحظة انت تعرفوا بينوكيو كذاب ما عندك والله على ذكر بينوكيو كذاب كي بينوكيو لا لا تعرف بينوكيو راه وراه برشا مشاكل لا بينوكيو قصة حقيقية نتاعو انه تمرد على التقاليد وتمرد على الشخص اللي حاب يكبلك خاطر هو صنع ونجار ومن بعد النجار حاب يفرض عليه تقاليد معينة يا اخي بينوكيو هرب باش يصنع حيطه وحده ويحس بالحرية يا اخي احنا العرب رديناه يكذب صحيح اشاعة دونك مش كذاب بينوكيو مش كذاب بينوكيو يدوج على الحرية بينوكيو يكذب باش يكون حر فهمت وي للاسف شديد قصة بينوكيو تميعت
وتجرح بينوكيو. احمد بلي سامحني تفضل خوي، ما دمنا نحكيو في بينوكيو كان ترجع على خلي الكاميراوي ام خلي الكاميرا عندها يا اخي. انت بالرسمي من جنوب الهند؟ علاش من جنوب الهند؟ على خاطر في الهند في الشمال تطلع لهنا بين البوتون هذيك بين عينيهم، وفي الجنوب تطلع في خشمهم غادي بالضبط. من جنوب الهند علاش التو هي حكيت الحبه هذه؟ والله يا طارق ما حبيتش نتنحى الحبه وما عادش نحب نحيها على فكره. عملت لها بطاقه تعريف ولا قطعة ما بدي نجم تنحي كله بتك انت؟ ليه انا نجم؟ عندك خوخة اللي تفرج في المسرحيه يفهم. ليه بالعقل حبه وليت خاطر باش نخليها معناها شن عشرة. يقولوا لي احمد خليتها لانك قبلت انثى الاسبوع هذا وذولي فما تبادل المشاعر وذولي حبت فيك الحبه. والله قالت لي قبلت طفله وانا عارف اللي هي عندي حبه في غشم مشيلها بالحبه، وانا قلت في مخي الطفله لازم تقبلك كيما انت معناها فهمت. والفيرست امبريشن الاولى كانت معناها حبه وكذاب. الفيرست امبريشن اي اي فهمت. كم كم عنده جمعه يخرج مع 100,000 وش بهم 100,000 يحكيوا برشا انجلش. اوكي جمعه 30 عمرهم 23 راهو خويا مصدوم انا بيدي مصدوم. كمل لي احمد. اي قابلتها قلت لها بربي الحبه هي قد عيني هكريت. قلت لها الحبه ظاهره قالت لي ماهيش ظاهره جمله. معناها انت تحب شكون يكذب عليك؟ هي كذبت علي باش مغلمون بدا مرتاح. واضح ابحث ما عندها. اي نفقتك احمد نفقتك. حبت تكون حبت حبت اني نكون طلعت المرارزه انت معناتها بديناها بالكذبه. انا في بلاستيك نرف كان معناها قابلت بنية والحبة كيكة أكبر من راسي صحيح وقلها الحبة ظاهرة هي تقول لي ليه ماهيش ظاهرة نورمال معناتها تدخلنا بدينا بالكذب. معناتها أنت تحب شكون ينافقك ويكذب عليك ويعيشك في وهم؟ لا بكتبنا في حالة أحمد ما عليك. الله 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 تنسى كأنك لم تكن تنسى كأنك لم تكن. ليديا عندك تعقيب على أحمد؟ تعقيب شو تعتبره أنت؟ أنا مازلت باش تعقب ليديا عليه. طيب بعد خلي عادي وفيت استينف وفيت الكلام بتاعك. تفضل ليديا كنت حاب تستينف. مسيش أنا بالعكس توانا حتى كان مس حتى عينيها دمعه حتى أنا في الليفينمون بتاعه في السنداب بتاعه ما جانيش استدعاء. ما افيك سا ما افيك شنو شنو نعم نعم تدور في كل سدعيناها وسدعت روحي وحدي وحضرت من غير حتى ما استدعاني. معناتها واجب عليا اني نحضر له. انت في بالك هون في بالك استنى ونسند. والجمعه اللي فاتت حكيتها حتى في لونتين نجم نرجعوا للفات اي وقتها جيت قلت عندي سبيكتاكل وجمعه كامله نجي روتار ونقول راهو عندي سبيكتاكل فان داني دونك. اما ما قلتلناش وقتها فان داني في بالنا في ديسمبر في بنش في قاعدك فان داني مش مخ 2040 فورميل معناها باش نفسر عاد شنو حكيت فورميل؟ شنو حكيت فورميل؟ فورميل هي الحاجه اللي يحب عليها احمد العجيم. لا هو حاب يقول فورميل. اوكي طارق حاب يقول فورميل. يلا سيدي موزين معكم حتى العشرة نتاع الليل. بعد شويه احمد العجيم باش يرجع لنا للعنوان اللي في الشروق اللي حكى عليه السياسي عبيد البريكي. يجب تجاوز شو اسمه؟ عبيد البريكي احمد العجيمي. أحمد العجيم باش تحكينا على عبيد البريكي. قال يجب تجاوز التوتر بين الرئاسة والاتحاد. علاش اخترت لنا الموضوع هذا من جريدة الشروق؟ بعد شوية نرجع للاختيار الغريب هذا. أحمد العجيمي موصل معكم حتى العشرة فاصل صغير وراجعين معكم مع طارق الحماشي. 9:24 دقيقة موسي معكم حتى العشرة متاع الليل. معنا الجميلة ليديا العسلي. هلو هلو أحمد العجيمي. أهلا وسهلا مراد. مروان بوزين مراد. لحظة آخر جمعة آخر سنين في الديزنو فاجنة مراد عندك مراد في حياتك. والله يقبل نقرأ في خبر على مراد الدعمي الحكم السابق. مراد الدعمي طارق معنا مراد الدعمي كنت باش تقدمه. ماك تعرفني عندك الجانب الرياضي تنسيني طارق قائد الفريق. تنسى كأنك كنت كأنك لم تكن. بليل ويت قبل من ديو في الفقرات انتصار هي باك ليتر وتحت كنترول. 9:28 بعثت لي مساج قالت لي تحت كنترول وتعبة وما نجمش نعاود نعدي. ماذا بيه كان كل واحد فيكم هكا يعطيه رسالة غدوة ويبدأ الكنترول وبرسيب كما العادة بثلاث كنترول يبدأ. كان هكا دورة كل واحد فيكم تشجيع الانتصار. 9:28 وبرسيب قريبة باك ليتر قالت لي ما عينيش نعدي وتعبة وكذا. كلمة 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 خلي يبدأ مروان. انتصار سخانة نهارات ليه مش ليه لحظة سيد المخرج مش تبي حزينة لازم حبوا يشجعوه حبوا يشجعوه. يلا مروان هاي بصراحة نهار كيما اليوم أنا ما نمشيش ناخذ فيه مليار معناها مش نمشي نعدي فيه الباك. أما أنا لحظة يا ودي شبيه أما أنا اسمي مروان. أي أنت اسمك انتصار. أي معناها ما نجمش يكون اسمك انتصار وتفشل معناها حتى من العيب عيب لازم يكون من اسمها نصيب. صحيح واضح. أنت بوك وأمك سميوك انتصار أي معناتها باش تنتصر. قتلي عمتي سميتني هي
عائلتك سميوك انتظار معناتها باش تنتصر باه سير مويل باش تنتصر اسمعني واسمع وراو اللي يحكي وهكا طارق وكل شيء قريبه شنو معناها 9/28 تنسخب قريبه هوني للراديو ليه ليه المعدل تاعها قريب للناس اللي تحت كنترول معناها تعرف كنترول خايفه توا قريب قالت لي اي تحت تعب ما نجمش نعاود نعدي الحق نتاع ربي العام اللي دوبلت فيه كنت هكا بالضبط انا زاد خفت وقتها قبل ما ندوبل بالحق خفت وتقلقت على الاخر من بعد عادي مالك قلت هكا والله ليليا مسكينه قعدتوا تعملوا كي يا اخي ما نشحتش مسكينه ليلي بالنسبه ليليا ما نشحتش اما راهي ليليا مبدع برشا تهبط ديما في فيديوهات دخلنا تو قاعدين في الباك ان شاء الله المره الجايه ليليا تكون ناجحين واللي ما نجحوش ان شاء الله المره الجايه امتي مساج الانتصار 29 معناتها بالنسبه لي انا تقول لي فرصه ماخير ليه هي باش عم جاي تاخذ الباك نتاعها بموين ماخير باش نجم تدخلت زاده على فاكولتي ماخير معناتها تنجم تكون كان خذيت الباك بعشرة ما كانش ينجم يكون عندها ان شوا معناتها في الاورونتاسيون ولا في الفاك اللي تحب عليها دونك هذه فرصتك باش عام الجاي تزيد تقرا ماخير وتكون عندك اون موين ميور معناتها وتاخذ الحاجه اللي تحب عليها ومعناتها سي عمل بور ان بيان معناتها وان شاء الله بالتوفيق وبن شانس ليك هي كنترول وليد باش تعدي غدو يلا بالله طارق نحب نحكي على ليليا معمر نهار الريزلتات نتاع الباك قعدتنا نهار كامل هكا جيزيت باش نكلمها وكل شيء قلت حبت تنجح وراي متاثره على الاخر وصاير فيها عديت نهار كامل ما كلمتهاش من بعد قلت هاي تيان في الليل نتصور تورا وهكا عديت هكا الشوك وكل شيء طلبتها المره الاولانيه ما هزتش قلت مسكينه ما تهزش سيرمور وبرشا تليفونات وواحد راي متقلقه على الاخر عملت هيك ربيع ساعتي قلت هاي برا ما هزتش خل نعاود نكلم نعاود نشد حيل عاود تكلمت ليليا وي يا مروان قلت لها سافا قالت لي اي هاني في قمرت كنت حبيش كنت عم اغلط هاني انا واصحابي خلت تتاثر دار اي معناتها انا اللي شفتها في الانستغرام خدت تعامل معاها هذاك هو ايجابي وقال ان شاء الله المره الجايه فهمتني وحتى اللي ما نجحوش كيفها تشجع فيهم والله عديت ان ميساج باهي على الاخر معناتها وهبت الديستوري بالوقت زاده وقالت راهو معناتها ما هوش كاتب وقالت ام ميم طون نشجع فيكم ونشجع في روحي معناتها بون هي هي الرياكسيون هذيك يسر بون سعادة الحقيقة برابور واحد منجح يسر سعادة أما كوميم فما رسالة باية عطاتها للناس اللي منجحوش رأي مرة جاية والدنيا مقفل سعادة مبالغ فيها كوميم أبخي أنا شيء كل واحد كيفيش معناتها الغاجي فما شكون اللي يعطي لروحه وقت معناتها يحاسب فيه روحه وعبر على تبكي وتتقلق وكل بعض ما تفهمش خاطر مريتش السعادة هذيك نحكي راهو دون عاطفة نجم تكون تخبي حاجة السعادة هذيك علاش أنت نحكي دون عاطفة سعيدة أنا نحكي لا نحكي دون عاطفة فما بهجة معينة كي تكون بعد بعد إشيك معين معناها راني الإشيك هذاك أنا ما كنتش عامل منه رأس مال كبير يعني تفرق أنا قلت عامل رأس مال كبير من حاجة صعيب ياسر تكون عندي بهجة مش نورمال بعد ما فشلت شنية أنا كائن فضائي معناها أما مساج باهي وصلته بالكلام على الأقل أنه ليشك ماهوش نهاية الحياة فما فرص أخرى تنجم هي تعاود تنجم تعمل حاجات أخرين دي فورماسيون ولا مشاريع أخرى في الحياة مش بالضرورة النجاح هذاك هو الروبير الوحيد قولي مرحبا عاجبك هكا تو طارق قاعدين يبعثوا لي صحة مراد معناتها هي بيسمع فينا فهمتني سيد احمد ولا ايه معقول ولا ما اقنعتكش مش برشا ما في جلب الصح انت تبدا عندك مشروع عامل منه راس مال تفشل فيه سامحني يا ترى نجم تكون ببهجه مش كل يغطي مش كل يغطي ما نجم تاخذ وقت يغطي موضوع ايه داكش قلت لك انا يغطي موضوع انت معناها طول ريت ستوري قلت تنجم تكون تغطي هذاك موضوع ثاني حتى تغطي تنجم تاخذ بيريود معناتها نتاع انك تتقلق فيها وتديبريم ساعه نجم بس إن جوني متقلق وكل من بعد قوموا في الموضوع ما تبش تقعد على طول هكاك زد سنة لا مش ممكن لا لا هنا نحكيه على عالم خيالي تحكي فيه الكائن الإنسان البشري ما نجمش بعد ساعة يتعدى موضوع نهارين ثلاثة أربعة خمسة أي ساعة يتعدى شكون الكائن فضائي هذا عمدة عندك ألف حق عايش خويا مر سمح شكرا أنا مراد عندك ألف حق على كل انتصار إن شاء الله ربي معاه إن شاء الله تمشي تعدي غدوة الكنترول ثلاث أربعة خميس جمعة إن شاء الله ربي معاهم الناس الكل أنا كي نجحت وقت نذكر تحت بثمانية 54 يعني أبعد منها برشا والحمد لله العام هذاك نجح إن شاء الله هي بالتوفيق باك ليتر وإن شاء الله ربي يوفق الناس الكل غدوة في البكالوريا عندكم شكون نجح باك تعرفوه ولا في العائلة ولا جملة الكل الحقيقة أنا سنة ما عنديش في الفامي باك مي عندي هكا العوامة اللي كانوا يعموا معايا قبل وعندها كنت هكا أكبر منهم شوية توا كبروا هما ولا هما باك وإن شاء الله يمشوا للفاك ويكملوا زاد الفاك أحمد عندك شكون باك لا عائلتي كل كبرت ما فماش باك كلها نجحت مروان أنتم عندكم يقول لي عندكم ولد عمك وما نجحش هكا ولا ليه
احنا ما عندناش باك وحسب ما فهمت زاد اللي حومه كامله يا حومه كامله ما فيهاش باك يا حومه كامله دوب بهيم ياسر معناها درجه كبيره ياسر وانا ما فهم حتى تزغريت اخويا راهو اللي دوب راه مش على الكات فاس راهو يا طارق يا شنو اللي دوب مش بالضروره راهو كيما الكلمه اللي قلت انت يعني يتسمى يطير يتسمى ذكي ياسر ما يقراش ما مشاش معاه انا دوبلتها وهي منجحتها لا يا ما صلحت اللي سامحني الكلمه هذيك على 3 سنين انا مش وصلت ناحيه الكلمه هذيك تعبت برشا مش غباء مني انا كنت ما نحبش نقرا وقتها فهمت يعني مش بالضروره اللي ما نجحش في العام ديما اللي ما يشوش يقولوا هكا احمد العجيمي يدخل يا خويا ديما اللي ما يشوش يقولوا هكا مروان ما يشتري روبير فاميليك قدم لنا واحد ما خذاش الباك ويحكم في العالم مش مدخل هذا مانيش غادي احنا تو مش الموضوع اخر انت تو مدخل بهمه وذكاء في الباك فسر لي بالله مدخل بهمه وذكاء في الباك سامع الذكاء فيه نسبه راه اما ماهوش هو الوحيد انا خاطر كي ما قريتش وما نجحتش نجحوا اللي في بالي بروحي انا اذكى منهم خاطر هما يخدموا مكيتين زيد مروان ما فهمش امل معاه في البكالوريا يلا تسويت اول فقرات البرنامج لو كان فيلمي واي لو كان يلا سيدي مروان ليديا واحمد لو كان لازمك تختار اليوم ال 24 ساعه يا ما يكون الكل ليل يا ما يكون الكل نهار شنو تختار انا نختار من 6 تاع العشيه ل 6 تاع الصباح ليمت شهرين هذومك هاو ليمت شهرين معناتها نحيط 12 ساعه تقريبا نحيط 12 ساعه معناها شنين تسمى اخترت الليل ولا النهار هك اخترت الليل اخترت الليل علاش اخترت الليل على خاطرني نحب الليل ديما الليل نعيش الليل احمد العجيمي لو كنت اختار اليوم يكون كله نهار ولا يكون كله ليل نحب العشيه العشيه نهار كله عشيه تحب عشيه نهار كله 7:30 تاع العشيه عشيه تعيد ديما نقوم ديما جلاس ديما كذا ديما جو كنس ما خفيفه هذيك نحب كيكة ديما لو كان نزيدوك لوبسيون اللي قالها لك بروين انا لوبسيون عشيه عيد ولا احد مثلا تصور عشيه عيد تصور عمرك كل عشيه عيد اما عيد كبير ولا صغير برا الكبير جايين والله معناها كل يوم ذبيحه تكون فيكم قاعد يخمم العيد تقريبا يجي 10 جويليه هذولي كيكه 9 9 جويليه العيد الكبير سخانه برشا قايله ان شاء الله ربي معنا في العيد هذا يعني احنا باش نعديوها على البحر اباي باش تعوموا باش نقوموا نلقاو شي واحد باش تاخذوا جيكو مع عند الجزار وتمشيوا للبحر لا يا بابا احنا نذبحوا يا غالي احنا كل عام لا مروان انت انتوما كيك تاخذوا والله يجي نحكي رغم لي عندكم المال يا ترى هما شكون ما عندوش والله كل عام وكيفاش اسمع مروان يا ترى خلينا نحكي لك لا لا خلينا نحكي لك على دارنا لا خلينا نحكي لك على داركم خلينا نحكي بصد فما شكون ما عندوش هذاك ما يجريش متفاهمين فيه واش ربي يعوض على الناس اللي مش تشري عليه في العيد اما انتوما مروان تتقلقوا من الذبيحه ويرويح ودرا شنو ودم كمل عاد جينيرالمون يمشيو ياخذوا كانت في الاوتيل حكم فتختاروا انه تشريوا جيكو كيه من 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 الجزار يجيب سوم علوش تقريبا بعد تهزوا شويه تعملوا تبحيره غطسه كذا و قديمة لحمها وغطسها وكذا وشويه وكعبه منها وكعبه كذا وشويه عصبين انتم في الحمام الكلام اللي كان سامحني بالله باش قص عليكم جمله بركة هو برك. هو كان يحكي تفضل قص علي ديجا هو ديجا هو عيد السنين علوش تلقاه مش في وحده ديجا مسخان اي اي معناها هذا كل باش تذبح باش تلقاه ديجا مش في وحده برافو 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 تدخل تدخل رشيق بالنسبه للعائله بالنسبه تدخل رشيق وجميل بالله سامحني لحظه مروان تعليقك على التدخل اللي قص بي عليك يا اخويا ما نخش عليه انا خشمه ليمتى ذوما والحبه اللي في خشمه مانيش قاعد ناخو عليه فهمت برا مروان نرجع لك بالنسبه للكلام اللي كنت تحكي عليه انا عائلتي مانيش هكاك كيفاش هكاك معناها ماهيش كل النوعيه اللي انت حكيت عليها نتاع جيكو علوش وكيما كنت تحكي لحظه ماهيش هكا جمله بار كونتر كل عام كل عام امي تقول عام سنين يزيني كل عام انا وحدي نتعب كل عام انا وحدي في الحوسه وما يعاوني حد انا عام سنين عام سنين راني مانيش باش نشري علوش انا راني باش نشري لحم كي العباد على اساس الناس الكل يشري باش نشري لحم كيما العباد الكل كي الناس كي الناس الكل ونشري دواره ونقعد على روحي لا تعب لا حد شيء خويا اول ما يبدا اول ما يبدا تباع بيع في الحومة امي رايها امي رايها يتبدل يتغير تماما يتغير كومبليتوم وفما سيناريو نعيشوه كيما كل عام بابا يقول سنه من غير ما نجيبوا جزار باش نذبح انا اي وثم في اخر لحظه في اخر لحظه عائله كامله للنهار يتك عليه ما ينجمش تعدي يتك عليه ايه اما ما يذبحوش شد من غادي شد من غادي شد كذا بعد نسمع الصوت العظيم يا فلانة بلي كان كمل راجلك قول له يجي يذبحنا هذا يا اخويا جمله روتينيه سامحني مروان سؤال شخصي اخر لو تسمح انت قلت بوك وينو قبل ما يجي علوش خذت لي امي تقول لي ما نشريوش ثم تقرر هي انه نشريو التدخل الوالد وين يصير بابا ديما نشريو
فهمت اخي ما عطيتنيش الراي نتاعو بابا ديما نشريه وهو في العاده ما عندوش راي دي هذا من حبيت توصل والله يا خويا في الحوسه ديما المراه فلسفه والحيوه فلسفه اي لا سامحني هو الدكتور في الشيمي نسيت ما قلت لك هو راه الدكتور في الشيمي ونسيت ما قلت لك شيء كيما ابو كيما ابو عندكم مطبع انتم عندكم مطبع انا مطبع في المرسى سكر تعال سكرت بو صارت شو مشاكل معنا مطبع في المرسى معنا ونخدمه في الكاوي اي انتم ليديا الوالده تخدم في ستيك هكا ولا اي ومعلمه ساعات ومعلمه باهي احمد عجيمي نرجع معك ومعلمه تصور واحد تخدم في ستيك ومعلمه ساعات في نفس الوقت اي تصور من 8 للنص نهار و باهي ليديا لو كنت تختار حق اليوتيوب تبعثوا في فاتوره لو كنت تختار اليوم يكون الكل ليل ولا يكون الكل نهار شتختار ليديا شو احنا راهو بالنسبه للتوينس الكل ما نختاروا ليل خاطر احنا اهم القرارات اللي ياخذينهم في الدوله معناتها في بلادنا بالليل وبعد نص الليل زاد معناتها صحيح في الداخليه كنا متفاهمين اللي احنا باش نختاروا الليل معناتها احمد العجمي لو نعملوا تصويت في داركم زعما على شنو يصوتوا يختاروا الكل ليل ولا نهار علاش انت سامحني هكا في اطار ديمقراطي بحت ما احنا مانيش على ديمقراطية ما كنش على ديمقراطية على ديكتاتورية ترفض التصويت بابا هو اللي يقرر كل شيء واضح مروان قيس سعيد زعما لو نسألوه رئيس الجمهورية يختار النهار كله ليل ولا النهار كله نهار اليوم الكله ليل ولا اليوم الكله نهار نتصور يختار اليوم الكله ليل باش يسهر على حماية الشعب على دواليب الدولة فوالا باش يسهر على دواليب الدولة رشد الغنوشي على سير دواليب الدولة رشد الغنوشي ايش نقول لك بالضبط شو يعمل رشد الغنوشي يعمل تصويت يعمل تصويت على الصفحة نتاعو اي ويشوف الأغلبية شنو هي قالوا اي ومن بعد يختار هو شنو يحب يعني بعد يعمل على كيفه كيما يعمل في النهضة بالضبط هو ديمقراطي اما من اللي بدات الحركة هو رئيسها منذ اربع عقود تقريبا اما ديمقراطي راه باه مثلا رابوريت جنجون مثلا اي جنجون سهلة عاد جنجون نتصور يختار النهار على خاطر في الليل الشوارع ديما طافية باه كادوريم 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 يحب الطفلة عربي تكتب وتحكي وتتكلم بالعربي كادوريم يحب النهار باش يتصور الحملات اللي يعمل فيها بالنهار يساعدوا خير يتصور كيفاش يقد في المكاتب ويقد في الليسيات اخي قمثل يقد فيهم بالله ساعة ولا ما نعرفش انا ما رينا انه مشي بعض المكاتب وبدات الاصلاحات فيهم بلي طارق عندي سؤال احنا نستفيلوا خير ان شاء الله الاصلاحات كلها بلي طارق عندي سؤال توا انا مواطن عندي حق على اللوش انت مواطن كلمة كبيرة هذايا اي انا مواطن عندي حق على اللوش وانا ماشي باش نشري العلوش نتاعي يعرضني كادوريمي يفرق في العلالش انا عندي حق علوش اما خلطت على كادوريمي يفرق في العلالش تاخو من عنده بلاش اخي وقف قال لي يا سي مروان يا مواطن قرر لي انا زوالي وكل شيء قال لي يا مروان يا مواطن خذ اللضحيه نتاعي يا مروان يا مواطن هزيت العلوش نتاعي وروحت اي وضحيت به هل يعتبر أضحية؟ أي معناها مقبولة؟ أي وإلا غير ولا أحجية ولا غير وإلا غير مقبولة أنا طارق حنيشي من الشرق مشفر ها؟ معناها ما نجمش نعطيك الفتوى كيف أنت متظلع طارق؟ شو؟ متظلع الفتاوي عنا ليديا خاطر الجمعة اللي فاتت أعطتنا أعطتنا فتوى شنية هي ربي ديما ننساها الفتوى أعطتنا ما نجمش قلنا عليها ليديا قلنا ذنوب ذنوب شنية هي الذنوب اللي بعد نص الليل ما يتحسبوش ولا شنية شنية نص الليل نتاع شنية ذكرنا الفتوى شنو الفتوى اللي قلتها؟ ما نجمش تتفكرها انت؟ ارجع للفار وعاودوا امنا باش نعاود نحكيها لكم مره اخرى تحلموا قالت او حلم قالت نسيتها سامحني ما نعرفش نسيت شنو الفتوى قالت لنا تو تذكرت قالت بعد قالت نمشي تويت الى القصبجي يلا سيدي تويت الى القصبجي جينجل تفكرت القتل وقت قالت حاجه صغيره القتل حاجه صغيره خلي دوم مثلا انت باش تعمل حاجه صغيره تقتل واحد ليه عمري ما قلت هكا ليه عاد ما نبداوش نبلبزوا باه شنو قلت ما قلتش هكا صح لنا ليه انا ما نسيت بالضبط مش هكا ما القتل ما عنده حتى علاقه باللي قلته ما مش القتل ليه ما قلت حتى شيء هكا ما ايش بيقول لي اخي قتل هو حاجه كبيره بلي نحكيوا سريو القتل حاجه كبيره انت والعلوش انت في تاريخ البشريه من الجرائم اللي صاروا نتاع قتل الناس وفي الحروبات اللي صارت وناس اللي ماتت وناس اللي اعدمت وناس اللي ضربت هل شويه ولا برشا سبع نقطات هي حياه البشر دونك حاجه صغيره ولا دونك ليدا حد كان قالتها انا نعرفها عندها عمق معناها عندها الحق كان قالتها عندها الحق
والله العظيم انا هاني هاني نقول لك بلاصتها اخويا انت تصورها انت تصورها قالتها ولا لا لا ما تصورهاش قالت ياك كذا باهي في القصب جي نبداو كل عاده مع بروين بوزين كل واحد يعطينا مقطع غنائي وقلنا علاش اختاروا يلا عسلامة مرحبا بكم في فقره قصب جي اليوم هي تسمعوا الاكستريم من عند ميرو وبعد نحكيوا عليها يلا حب نضحك من قلبي والقلب لتو مبراه البلتي اخترت الاكستريم تاع البلتي على خاطر عدى يوم ناجح ناجح على الاخر في وسط البلاد عمل سهرية كبيرة برشا الناس روحت متفرهدة سهرية تعديت منظمة بالكدا ما صاروش فيها مشاكل وتم استدعاء زاد المغنية الفلسطينية مع إليانا اللي عملت معها الأغنية غريب عليك زاد هبطت زاد كيف كيف التونس معناتها بالسبكتاكل نتاعو والله بلتي بالرولية ملا اللي عملت شكسي زاد مش نورمال معناتها وزيد نيجرو زاد حضر في الحفلة وي مستر يو اما لا ولا كنت انا تبعت اللي برشا فيديوهات كنت برشا عائلات برشا صغيرات عملوا جو وضحكوا في شارع الحبيب بورقيبه نفسه ايوه بلاش وبلاش كان نجم هو رغم اللي بلدي كان يعملها ب 100000 تيكي عبي كومبلير معناها في تونس في سنتر فيل اي لا والله بالرسمي والله يعبي راه بلدي على الاخر انا حضرته في برشا مهرجانات ديما كومبلي ديما في الزهره في بوغرنين في كارتاج كومبلي ديما معناها هو وخلي بلدي حدا كان يعمل ديسكر ب 100000 الناس تحضر الكل كومبلي والله نجم ينجم وراه بالرسمي بلدي ينجم في البلايس الكل في كافون سامحني كافون في ليبيا تعقد يحضروا له 200000 نحكي على تونس ها تونس ينجم يعني فما ناس تدفع ينجم واضح بيه ينجم قد يحضروا له ها فما مسرحيه 50000 يا اخي و 60000 شنو يمزن على 100000 سامع بيه واضح واضح معقول والله ينجم هو نصيف زيتون 50 دينار ديجا نهار السبت عمل في كارتاج بالحق هاي ب 50 ما لغي يعمل 50 دينار يعبي كومبلي واضح بلكي فنان عالي عمل 800 مليون فيو يا معلم ليديا كملت مروان معناها قد يعبي مهرجان كارتاج 12000 تقريبا كومبلي معناتها 12000 ل 50000 وباقي مش عاب تزبط معه كان تزبط معه المهرجان معناها كي شنو يعمل لنا سي نسي لا راهو الفنان في المهرجان ما يخلصش من البيتري مروان يخلص من عند المهرجان من قبل الحفله يعني دخلوا 1000 دخلوا 200000 هو باش يخلص الخلاص نتاعو زدت اكدت لي مع هذا الكل باقي مش عم تزبط معه معناتها كومبلي مش كومبلي هو خالص انه المهرجان مثلا كيبدا يعرف انه نزيف زيتون يعني 50000 انت في ال 12000 باش يدخل كذا فيولي يسمح لروحه انه يدفع له سوم كبير كذا من كذا ليدي العسلي يلا نسمعوا الاغنيه بعد نحكي لكم عليه كذا وسعوا كنت بجيب حاجه وجيت جاي اكمل تخطيط مش فارقه معايا الصيت حان الان وقت التنطيط يلا ليديا محمد رمضان محمد رمضان هذه الاغنيه اللي نورمالمون معناتها في البلانينغ نتاعنا مش نعديو بها سيف كامل معناتها ديجا توا طالعه توندونس على الاخر هاي دونك حبيت نسمح لكم معناتها على بكري فهمت مادامي بالله هي نعاودوا نسمعوا الاكستري في الاخر نرجعوا نسمعوا كسي محمد رمضان خلينا نشوفوه تشد ولا نتاع تعصيف ولا ما حس ما فهمت زاد محمد رمضان طور برشا من الموسيقى نتاعو عنده واحده اسمها دماغي تعمل بام 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 خرج لنا توا دماغي تعمل طن 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 فوالا نفس الريتم هذيك علاش هي عامل نفس البرنامج معناتها نتاع الاغنيه هذيك اي تمشي وتولي اكثر لايت الاغنيه المره الاخرى يحاول يشدوا فين الولاعه يا جماعه المره ذي فين سي بلوتو لو ريتم اللي قاعد يشد معناتها عند العبيد دونك فهم السيستم نتاعهم دونك عملنا نفس صحيت انا كي نلقاك شادد مروان فين الولاعه يا جماعه دونك محمد رمضان ناجح في اللي يحب يعمل فيه ستيل نتاعو هذا مواطن تونسي في المرسى وهو في الدقي حافظ في الدقي يجي هو ديما في الطيار وجيت بريفي ديما في الجيت بريفي هو اخويا يحب الفلوس يا جماعه اخويا هوايته اللعب يا جماعه احمد العجيمي ما هو المقطع اللي نسمعه اما اسمعني اما طارق محمد رمضان سامحني بلي اخر حقك تفضل محمد رمضان كي ترى التصاور نتاعو وترى لي بوز اللي يعملهم والحوايج اللي يلبسهم تفهم اللي راه ممكن يبدا حتى كي تولي ملياردير الذوق نتاعك راه ما يتحسنش معناها ذوقك ما عنده حتى دخل بفلوسك ما عندوش ذوق بال عنده خاتم يلبسه من هنا طارق اي ما يعجبكش ليه الدنيا اذواق تفهم لبسة محمد رمضان بالنسبة ليك شناي بالنسبة لي الكلمة اللي في مخك شناي وليه والله ما في حتى في الكلمة بالنسبة لي حتى سعوة ديما نحكيه ديما لبسة محمد رمضان بالنسبة ليك شناي ما عندوش ذوق مهز لا مهز لا علق لبسة محمد رمضان بالنسبة لي ذوقك في اللبسة اللي هو ديجا لحظة ترخوتي ديما اشتر لبسة خاطر ديما تورس نيو هو محمد رمضان ولا بكب دو بان هو ديما بكب دو بان وإلا لبس سروال ذوقك في اللبسة خير من محمد رمضان والله باللي قاعد نعمل فيه نصور خير أنا من محمد رمضان والله لا موش برجو ليه لبسة زادة جملة رأو تارخ معناه واضح شعشوعي برشة تحسوا فوطية ديما هاي سي شعشوعي أشتين الاكستريم تاعك يلا نسمع الاكستريم قولي ما
باش قام هجرتي غرامي. اما غنيها في مساج فوكال اي سدام اي ساتوري شويه الاكستري كل مروه احمد مشيتي وخليتي قلبي حزين حليم يوسفي اي المقطع هذين نحبه على الاخر طرق نسمعه برشا مرات ديما كنت مروح حكي واحد نحط كيت اي فهمتني نحط بالتيكا ها 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 في بالك احمد قاعد تعمل علينا في اكبر عمليه تحيل في العالم ليديا اللي يعني في احمد احمد العجيمي في القصبجي اكبر عمليه تحيل في تاريخ البرامج عامين عنده جملتين القصبجي عنده عام هي بدات البرمجه الصيفيه احمد وين هي تعطي برشا انرجي والناس كلها تحبها صحيتها ليديا جمله انرجي انرجي يا هذه معلم واللي ذمني نسمعها خاطرها عجبتني ونسمع فيها في نسمع فيها وانا في كيت مروح ديما يا ريبيتيسيون وين وعدي في التران في المترو قرب الترانسبور قالي وانا نمشي كل كل مره عنده رك اكبر عمليه تحايل في تاريخ الاذاعه بالعكس انا قاعد نعمل في في تنوع في التوازن خاطر انتم مروان وليديا يهبطوا ديما غنية انرجي وكل شيء نحط انا غنية هكا ما صحش انت في الانرجي صحيح انت عاده انا اشتري القصبج تعدينا في اي لي ولكن هاو فاجئني مروان قولوا لي خلصنا فوردي من عادي يقولوا لي احمد اختار دوز اكستري اليوم في القصبج هات نسمعوا الاكستري الثاني زاد خلينا نشوفوا ايش بيحكينا عليه يلا فرقه معايا من سالك مين بصاص من راديو علاش اخترت الاكستري هذا زاد انا نحب نقول لك حاجه علاش اخترت مروان احمد خاطر كلماته علي لوك هذا الاغنيه كلماته تعبر على مروان شو علاش اخترت الاغنيه هذه خاطر فيها انرجي هذه كانت شيء مروان بعد 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 طول المده أي؟ فهمنا صاحب الليمبي اللي قال له وقت اللي سالته وقالت له انت قالت له انت شنو تخدم يا اخي هو قال لها نخدم سارخ ولا نطار ولا كذا قالت له علاش قال لها صاحب اشرف كخه وعلي علوكا عاوزين هذا اي طيار يبقى مع الوقت عرفنا شكون علي علوكا طلع يغني ولا فرقه معايا الناس كانت هذه قصبجي اليوم نتقابلوا غدوه ان شاء الله ان شاء الله يا علاش احمد العجيم يختار عنوان من جريده شروق شاكين عليه بعد شويه يجب تجاوز التوتر بين الرئاسه والاتحاد العام التونسي للشغل فاصل صغير راجعين مع الجهب احمد العجيم 9:49 دقيقه مستمعين معكم حتى العشره متاع الليل في نوفيل جينيراسيون تحيه لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا تجمعوا تابعونا على شين يوتيوب بي اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اف ام معنا ليدي العسلي اهلا وسهلا هلو هلو العجيم ابو حميد هلو مروان بوزين طرق الحنشيه يلا سيدي نعطيكم بداية الخبر ثم تكملوا لي نعطيكم نهاية الخبر وانتم تعطوني بداية الخبر مروان أبو زيان نهاية الخبر الأولاني في مسألة حياتية ومستعجلة استيراد غاز الكليماتيزور في مسألة حياتية ومستعجلة لا على خاطر ما لازمناش نتيحو مونك بتاع غاز الكليماتيزور سيرتو الشهرين هذوما راهو تصير كارثة ليدي العسلي استشارت منير بن صالح كالعادة في مسألة حياتية ومستعجلة لا أحمد العجيمي زي ما يكون كان حوار من مسلسل فتح الهداوي ومنصف الأزهار مسألة حياتية ومستعجلة هذو موجودين في غادة والحصاد ومسلسل تقديم صحيح تقطع الباب الله يرحمه وين حطيت السيارة أي الله يرحمه منصف الأزهار طبعا ممثل كبير ممثل كبير برجو ممثل القيس عيد يستدعي وزير الفلاحة في مسألة حياتية ومستعجلة مروان بوزيان هات نسمع الاكستريم تاع قيس عيد في الأربعين ثانية الأولى بتاع اللقاء متاعهم يلا سيدي نسمع المقطع اليوم التونسيون والتونسيات يشكون الظما في عديد المناطق نتيجة لعدة اعتبارات في الواقع نتيجة للسياسة المائية التي تم اتباعها ونتيجة للجمعيات المائية إلى آخر ذلك اليوم يجب إعادة هذه الجمعيات فورا فورا أعطى الأمر لكل جهة لإعادة دونك قيس عيد مروان بوزيان استدعى وزير الفلاحة وحكي على انقطاع المياه في أماكن معينة وكل شفتوا إذا اللي أنت مروان يا ريت 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 والله ما ريتش ما سمعتوش الإكستري وما تفرجتش ما ريت العناوين على على راديو اي اف ام هبط تيتر وكل شيء قالوا اللي باش يعملوا هذا اللي فيه جدول معناه لازم الماء ما عادش يتقص جمله على تونس الكل هو عطاه لي زيكزامبل كيفاش البرا مثلا فما شكون راهو قص عليه الماء توفى فولاو مثلا ما عادش يقصوا الماء جمله على في بعض الدول فعطاه لي زيكزامبل هذوما الوزير الفلاحه وعطاه بعض افكار جديده في بخصوص فما زاد ريت ريت مانيش مكبتها بالكدا اعاده جدوله معناتها فما شكون معناها باش يرجعوا لهم الماء ويعاودوا يتفاهموا معاه صحيح هكاك مو جدول هذيك هي
الجاي المفروض هكاك ان شاء الله ربي يسهل خويا ان شاء الله. احمد العجمي نرجع للعنوان اللي اخترتون دار احمد اللي اخترتون انت يجب تجاوز التوتر بين الرئاسه والاتحاد اللي هو حكي عليه امين عام حزب تونس للامام سيد عبيد البريكي. علاش اخترت لنا العنوان هذا؟ خاطر فما سهسة خاطر فما برشا توترات طرق بين الاتحاد والسياسه اتحاد والسياسه اي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئاسه يا ربي والرئاسه فهمت واللي هو خلى والرياضه زاد فما مشكله مع الاتحاد التونسي والرياضه واللي هو خلى اثر كبير برشا على الشعب التونسي اي وعمل توترات ايديولوجيه وبراغماتيه في تاريخ السياسه وغير المجار في تطور المجار في تاريخ المجلس القومي للشباب. مجلس القومي للشباب اي زيد عبر لي اكثر على العنوان هذا لانه طارق شنو هي مرويك اللي خرج اورال مش حافظ عرفته فما عنده شكون يبدا فاسكيل ومشي كمان مروان عاوني مروان انقذني لا بالعكس انت راك ما تبعدش برشا على السياسيين كي يبداو يفسروا رابون والله تقريبا هكا يحكي هو عبيد البريكي كان عيطولو يعاود نفس الكلمات مشجعين جنرالمون تلقى معاهم شنو هي التوتر اللي صاير بين الاتحاد التوتر اللي صار فما نبزيات فما نبزيات الرئاسه منبوذه من الاتحاد الاتحاد يقول للرئاسه انت بيك وعليك الرئاسه من غاديك تهز الكلام من غادي والتوتر من غاديك فما توتر فما توتر طارق لازمنا ما نغطيوش عين الشمس بالغربال فما توتر هنا احنا اليوم في حاله كثيره ياس فما ناس مقصوده من غير ما نسمي هي تعطل وتساهم في التوتر هذا وما في عينه بل وي باه شكون يمثل كان جاوبني على ذي شكون ممثل رئيس الجمهوريه وشكون ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي ممثل الاتحاد التونسي للشغل ورئيس الجمهوريه نسيت اسمها والله لا نسيت اسمها اللي قالت لي على الاسم نادي عكاشة اي نادي عكاشة يا رب نادي رئيس الجمهورية هو رئيس هو يمثل رئيس الجمهورية لا قلت لي رئيس الحكومة لا لي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بودن اولا هي ساعة نادي عكاشة كانت مستشارة في الديوان رئيس الجمهورية وخرجت استقلت في بالكش نتبع فيها خاطر بديت نتبع مخر انا في بالكش باهي يلا كان نجم نغتنم الفرصه باش نحكي لكم على وزيره السعاده والفرحه والبهجه في تونس ايه؟ اللي هي أنس جابر اللي هي ربحت في التورنوا مش هي زدت رشحت معناتها ايه تو نمبر 1 تلعب الفينال معناتها مي تو طلعت في الكلاسمون نتاعها دونك طلعت اللي كلاسي تو دوزيام مونديال اللي هي معناتها فرحه كبيره برشا للتوانسه معناتها واللي يرجع اللقب نتاعها معناتها اللي هي وزيره الفرحه وال وزيره السعاده وزيرة السعادة متاع تونس معناتها دونك فرحانين بها وان شاء الله معناتها مربوحة في الفينال ان شاء الله انجاز تاريخي يكون هو دجا الفينال ويمبلدون دجا ان شاء الله كانت هي الفينال بيدا معناتها سيون ريوسيت ان شاء الله برشا ناس كتبوا على أنس اليوم برشا فنانين درة كذا درة زروق كتبت ألف مبروك بطلة تونس أنس جابر لحصولها على المركز الثاني على العالم فهي أول لاعبة عربية وإفريقية تصل إلى هذا المركز وأيضا لتؤهلنا إلى الدور ثاني في بطولة ويمبلدون للسيدات اي مازلت انت قلت فينال ليدر ومازلت الدوره في الاولى مازلت مش فينال ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقها أنس وان شاء الله ربي ينجحها ويعطيها الصحه وهي مثال يحتذى به وكل شيء اما نحب نحكي معها لهنا من الغديو نحب نقول معناها ديما نتاقيها وعمرها ما جوتتني ابعث لها وسيله يلا سيدي ديما نتاقيها طارق في كل مره في كل مناسبه حتى فما مرات ما تترشحش ما تأيسش ونتاقيها ما تأيسش ونقول باقي قول جرب مع ملك الجزيري بالك يا جوتي تاقيني قبل من باهي التحق فينا يوفقوا سيبوه ملك حامد اهلا وسهلا ملك حامد عسلامة مرحبا اهلا وسهلا صفا ملك الحمد لله معنا ساره الطيب زاد اهلا وسهلا مالك احنا تابعين شكون ساعة؟ جيسيكا طلع لي شوية الميكرو مالك مالك تسمعنا انت هكا ولا؟ اي ديما تبع فيك يسمعنا برشا مالك زادة مستمع وفي النوفيل جينيراسيون شكون أكثر واحد من الفريق كي والله يعجبني مروان في الميكرو يعجبني مروان سيرتو كي يقلد سيمي الفاري ثانك يو ثانك يو وليديا فيو تبع فيها شوية خاطر البروجي نتاعنا في المسرح ودومين هذايا دونك ديما تبع فيها تخدم برشا مع الكادونس وديجا البارح بركة كانوا عاملوا حفلة فوالا ريتكي وانتوما ما كنتش متبعيني وانتوما ما كنتش متبعيني وانا بيدي ما صدعونيش اي بي اي سينو نخدم في الاعداد الجديدة احمد العجيمي ما ساتانتيريس با هو المنشط اون فيت احمد الحقيقه عادي معناها نورمال اللي انتريسي الحقيقه مروان وليديا وطارق
طارق طارق دو باساج طارق دو باساج مش مهم انتهت الفقرة هيك في وجهي هي احسن هارت اثنين في نوفيل جينيراسيون انت ايش تعتبر ليديا شخص هو ما يعتبركش جميل ليلي عاد ليها مش هكي مش هكي نوفيل جينيراسيون ليلي مش هكي انت قلت شكون اكثر اي اي ناس سي احنا عنا الاجابة خذيني احمد انا نمن بيك وبروح انت دمن بروحك وبروحي بعد هذي ما عادش نرجعولك في دقيقة حزينة عشان ناخذولك في اللخ يلا مالك نحكيو على حزينة يحبي بكيني دي نحكيو على شكون اليوم مالك احنا جي سي دونك نحكيو على جي سي كارتاج اي دونك نخليكم سارة تعرف على عارف لنا جي سي كارتاج سارة يلا عسلامة مرة أخرى ومرحبا بالناس اللي يسمعونا الكل نشكركم على استضافة طارق بحبيكم ان فيت اينا سارة الطيف بريزيدانت جي سي كارتاج و ايتوديانت على يشو سي كارتاج ان تيرمينال ماستر ريفيزيون كونتاب لا جي سي كارتاج أو الغرفة الفتية الاقتصادية هي منظمة عالمية تهدف لخلق فرص للتنمية للشباب باش يكونوا دي اكتور دو شانجمون في لوكاليتي نتاعهم نوتامون يل ريبوند لي بروبليم كوميونوتير ويحاولوا يل اساي دو ريبوند ا سي بروبليم دو مانيير دورابل اون اديكواسيون افيك لي زوبجيكتيف اللي حطتهم جوست نحاولوا نعربوا شوية صح اي ففسر لنا ما نحاولوا نعربوا شوية للمستمعين الكل بيان سور بي ان فيت حتى بيان سور ماذا بك قلت لي بي بالطبيعة حتى واضح راهي بي جي سي هي الغرفة الفتية الاقتصادية اللي هي توفر فرص خلق دونك فرص للتنمية للشباب ما بين 18 و40 سنة باش يلقاو الحلول للمشاكل اللي موجودين في المنطقة نتاعهم واضح بطريقة معناها مستدامة وي ديورابل والمشاكل المشاكل اللي هما اللي عادتي توصي فيها مش حكيش فرنسي بسيطه ديورابل لا حول ولا قوه الا بالله دونك في جي سي نلقى واحد عمره 18 واحد عمره 40 اكزاكتومون واضح وفما تفاهم بينات الاعمار هذوما اللي بعاد على بعضهم لو بارتاج مي بينات لي ديفيرون معناها لو بارتاج مي بينات العبيد جينيراسيون جينيراسيون الناس مختلف اعمار هاي بالناس مختلف اعمارها هذيك هو اللي بالحق يخلق ريشيس ويخلينا نزيدو نقدمو اكثر اللي ما نخممش فيه اين ينجم يخمم فيه عبد بلوز اجي كو موا اكبر مني كيما اين من نجم نخمم في حاجه اللي عبد اكبر مني ما تجيش البالو دونك مالك انت في الجي سي كارتاج شنو البوست تاعك انا الحقيقه سني ديريكتور دو بروجي غرامي باهي البروجي هذا وقتاش باش يصير دونك البروجي هذايا دونك بدا عام ناول اي صاروا دي وركشوب دينيسياسيون في ليكول بريمير عقبه بنافع بكارتاج اي دونك حبينا ندخلوا الانشطه الثقافيه للمدارس الابتدائيه فيو شفنا ثم نقص كبير في الانشطه هذوما كيف زاد لاحظنا انه مش لي بارون الكل قادرين وانهم معناها يقيدوا الصغيرات نتاعهم في لي كلوب بريفي دونك من هنا جات الفكره دونك حبينا ننشطوا نوادي ثقافيه على طول العام غراتوي للصغار الكل دونك سنين بدينا نخدموا في لي كلوب نتاع الدونس تياتر وثم نادي نتاع اعلامي دونك كما قلت لكم عملنا وبداو لي وركشوب دينيسياسيون دونك اترافير لي وركشوب هذوما حبينا نعرفوا شنو هو البزوان نتاع الصغيرات شنو يحب يكون موجود في ليكول دونك واترافير البزوان هذاك سامحوني دونك عملنا لي زاتيليه هذوما الموسم الدراسي هذايا 2021 2022 فما ايفينمون جاي هكا اكزاكتومون دونك اليوم بحبيكم باش نستدعوكم للغران شو نتاع غرامي اللي باش يكون ان شاء الله سامدي ان سامدي لو 14 جويلي ا 16h30 في مدينه في سينما دار بالتعاون مع بلديه كارتاج اللي باش يكون فريمون لو كورونمون نتاع les efforts نتاع تلمذا على طول العام باش يقدموا مسرحيه باش يقدموا لافونسمون نتاع ديفلوبمون دي جو في لي كلوب نتاع عباره بيفا بروجي فان داني باش يكون اكزاكتومون واضح دونك 14 جويلي نهار السبت ناس كيفاش ينجموا يجيو مالك دونك لاكسي ليبر دونك بلاش فلوس ليفلمون مرحبا بكم في السينما دار دونك مع 6:30 نهار الخميس ان شاء الله بي جوست نهار السبت عاد قلت لي 14 جويلي لا لا انا نهار الخميس 14 لا بالخميس يجي بالخميس 14 جويلي 14 بالخميس اي باهي كنت جوست بلي حاجه واحده ما نجمش نتعدى جوست حبيت نشكر لي فورماتور نتاعنا اللي هما يوسف فزاني دونك الفورماتور نتاع دونس اي وديجا سحر باكوش اللي هي الفورماتيس نتاع التياتر اي وبراء قربيش اللي هي بالاتيليه نتاع الانفورماتيك
هو يعطيكم صحه مالك، برافو عليكم مالك، حرص انه يستدعيكم ليفينمون ذا تقريبا من جانفي كلمني عليه ويعرف شكونوا موجودين شباب هكا في بالكم 14 جويليا دونك بالخميس. شكرا ليك مالك. سار سار انت زاد شكون اكثر واحد يعجبك؟ مروان. مروان مروان احمد ليه لا احمد احمد نستنيوك بحبينا انا ولا مروان احمد هلا غالب حاولت شيء. شكرا لكل الفريق، شكرا امير في الاخراج، حلمي منذر في الاعداد، وام وايمان في الاف ام تي في. نتقبل غدوه في نفس التوقيت، الى اللقاء، تشاو تشاو. اف ام نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي.